الإخوة الكرام، كما تعلمون جئنا اليوم هنا أمام مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية العسكرية. جئنا هنا من أجل مطالبة هاد الإخوان، وهذه المؤسسة كما تعلمون هي أسست من أجلنا من طرف جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله من أجل مصالحنا الاجتماعية. لكن للأسف الشديد هاد المؤسسة هي مؤسسة عسكرية محضة حقارة وظالمة، وحنا جينا اليوم من أجل المطالبة بحقوقنا أمام هذه المؤسسة التي كما قلت أسست من أجلنا وأعطت الأوامر لهذا الفيلق ديال الشرطة وكذلك الخزنية القوى المساعدة باش يجيو بهذا الفيلق من أجل قمع هذا العجز، هذا المحاربين القدماء وأرامل الشهداء والأرامل ديال المتوفين ديالهم ديال القدماء المحاربين العسكريين من أجل يعني تحقيرهم وكذلك تعنيفهم بشتى الوسائل من طرف الأمن. هذا أظن أنه إهانة لهذه المؤسسة التي كان عليها أن تحمينا وأصبحت تحرض علينا من أجل قمعنا. حرام، والله لحرام على هذه المؤسسة. وكما تعلمون كذلك أن هذه المؤسسة تعطى لها الدعم من الدولة بالملايير أرقام خيالية من أجل تحسين وضعية هذه الفئة، واستهدفت بعض الفئات ثم تركت يعني الآخرين للجحيم، ويعني دارت فوضى، وأعتقد أنه يعني دارتها هذه القضية الفوضى اللي دارت في هذه الفئة ديال عطي هذا وخلي هذا، يعني دارتها عمدا من أجل خلق الفوضى وتشتيت هاد الناس هادو. لكن نعاهد أننا لن نتشتت.